قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكيف يقدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير، وأودعها جميع الخير بحذافره، وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأظفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب لا من حطب وخشب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب، وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهارها من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصاريع مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب من يسمعها، وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تحت الخيام، وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكواكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها بشخانات، وهي الحجارة مزررة بأزرار الذهب فما لها من فروج ولا خلال، وإن سألت عن أسنانهم فأبناء 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منها سماع خطاب رب العالمين، وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب أنشأها الله مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان، وإن سألت عن حليهم وشارتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على رؤوس ملابس التيجان، وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب اللائي جرى في أعضائهن ماء الشباب، فللورود والتفاح ما لبسته الخدود، وللرمان ما تضمنته النهود، وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، وللدقة واللطافة ما دارت عليه الخصور. تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت، ولا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها، ولا يخلق ثوب جمالها، ولا يمل طيب وصالها، قد قصرت طرفها عن زوجها فلا تطمح لأحد سواه، وقصرت طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه، إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته، فهو معها في غاية الأمان والأمان، هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان، كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا، وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا، وإن سألت عن السن فأتراب في أعدل سن الشباب، وإن سألت عن الحسن
فهل رأيت الشمس والقمر؟ وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفى بياض في أحسن حور، أي شدة بياض العين مع قوة سوادها. وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان؟ وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان. وإن سألت عن حسن الخلق فهن الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان. وأعطينا جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواضر. هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر النقل فيه عن الصادق المصدوق، وذلك موجود في الصحاح والسنن المسانيد، ومن رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد. فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته، فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون بينهم دني على كتبان المسك ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا، فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي هذا يوم المزيد، فسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه، فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله سبحانه وتعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تبارك وتعالى محاضرة، حتى إنه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره بعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي، فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه، فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أوجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين.